من القاهرة معي دكتور أيمن سلامي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور أيمن. هل ثمت ما يدعنا نثق بكوريا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة التي تعول اليوم على تأكيدات من كوريا الجنوبية حول نوايا كيم؟ كيف ستؤكد؟ نعم ميسون، حتى اللحظة الآنية، حتى اللحظة الحالية، كنت مرارا أؤكد على أن السبل السلمية، سبل تسوية النزاعات السلمية بين الدول وتحديدا المفاوضات، يمكن أن تقلب الأمور انقلابا وتعكس الوقائع بشكل صارخ، وهذا ما تم فعلا. ولكن الرئيس الكوري الشمالي كيم هو زعيم مثابر صلد قوي الشكيمة، لن يقبل بالتنازل ونزع أسلحته النووية وتقليم أظافره وقص يديه إلا بمقابلات أو بصفقات تعد استراتيجية، وإلا سيبدو أمام شعبه بأنه ليس ذلك الزعيم الملهم ولا الحفيد والابن للقادة الشيوعيين الذين من وجهة نظرهم انتصروا على الإدارة الأمريكية وعلى الكوبوي الأمريكي في الحرب الكورية منذ أكثر من 70 عاما أو ما يقرب. طيب، ما أبرز صفقات، بس يعني نتحدث عن هذا الملف منذ فترة، بس دكتور أيمن تلخيص سريع لأبرز صفقات أو أوراق ستضغط بها كوريا الشمالية على الولايات المتحدة، وما الذي سيوقف الولايات المتحدة ويجعلها ترفض؟ الصفقات مرتقبة هي تخفيف أو حتى إسقاط كافة العقوبات الاقتصادية، سواء كانت الموقعة انفرادا من الإدارة الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، وحتى أيضا العقوبات الاقتصادية التي كان مجلس الأمن قد يعني تدرج في توجيهها ضد كوريا الشمالية. وهنا لن يظهر الرئيس كيم أمام شعبه في كوريا الشمالية بأنه انهزم أو ردق وأذعن للإدارة. بهذه النقطة مفروض الولايات المتحدة ما في مشكل مع موضوع العقوبات، صحيح؟ ما الذي سيكون صعبا على الولايات المتحدة؟ الصعب أن يكون النزع في الأجل القصير أو حتى في صفقات مشروطة أو مباحثات مشروطة من جانب كوريا الشمالية، أنها تشترط حتى تنزع سلاحها النووي وحتى تتيح برنامجها النووي السلمي وغير السلمي لتفتيش ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. من المؤكد أن هذه ستكون مسألة صعبة أن تلبيها الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي ومجلس الأمن، أن يكون هناك تجريد ونزع للعقوبات الاقتصادية قبل أن فعلا تقوم كوريا الشمالية بالوفاء بكافة مطالبات المجتمع الدولي. وهذه المطالبات بالإشارة زي ما تفضلتم ميسون في برنامجكم وفي تقريركم، حتى الصين الشعبية الحليف التاريخي والواقعي الحالي للصين الشعبية هي مع إرادة المجتمع الدولي ضد كوريا الشمالية. طيب، أنا أشكرك من القاهرة دكتور أيمن سلامي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية.